سوريا كانت هي ملجأ لكثير من الناس بالحرب العالمية الأولى. اسمي حلا خضير، أنا واحدة من المتطوعين المنظمين لمهرجان احتفالية سوريا. نحن هلأ موجودين بكونتاكت تياتر، هو مسرح من مسارح مدينة مانشستر، والاحتفالية والمهرجان هو عم بيقوم بعدة أماكن بمدينة مانشستر، وكانت بالشراكة أيضاً مع هوم مانشستر اللي هو مركز ثقافي كبير موجود بمدينة مانشستر. المنظمة لها مسارات متعددة في العمل، واحدة منها أن تكون صوت للسوريين في بريطانيا، وأيضا واحدة منها هي محاولة لم شمل السوريين في هذا البلد وتواصلهم الدائم مع بعضهم، وفي الوقت ذاته تواصلهم مع المجتمع البريطاني عن طريق فعاليات متعددة. فكرة المهرجان بلشت انه نحن نغير الصورة اللي موجودة بالاعلام عن سوريا، عن صورة العنف، صورة الحرب، صورة الدمار. انا عازف عود في الفرقة، وانا وزملائي كلياتنا حاولنا قدر الامكان انه نغطي اكبر مساحة ممكنة من التنوع السوري. طبعا ما ممكن انه نغطيه بشكل كامل، بس المهم انه الفكرة انه نحن عم نحاول انه نقدم كل انواع الموسيقى اللي موجوده في سوريا. واحدة من الفعاليات كانت مع الدكتورة دون شطي، واللي هي من عندها أصول سورية واللي اشتغلت كتير بسوريا وقضت فترات طويلة من حياتها بسوريا، وحبينا أن نركز بهاي الفعالية على كتابها اللي بتقول فيه أن سوريا كانت هي ملجأ لكتير من الناس بالحرب العالمية الأولى. هدول السوريين والسوريات نفسهم هن استقبلوا ببدايات القرن العشرين مجموعة كتير كبيرة من الهجرات نتيجة الحرب، وكان في لهي المحاضرة صدى كبير لأنه الناس يمكن بتعرف بس عن سوريا من خلال الإعلام. أول شيء بدنا نشوف أعمال الفنان طارق طعمل اللي هو مقيم بلندن، حابة أعمل إضاءة على عمل واحد من أعماله، هو بيصور ابنه المولود حديثاً فيه، وهو بيحكي كتير عن المشاعر اللي كان عم يحس فيها كمشاعر أبوة لأول مرة بحياته. المهرجان وفعالياته هو فرصة للجمهور الإنجليزي وحتى كمان الجمهور السوري ليكون عم بيقضي وقت حلو مع العائلة، ويقدر كمان يتعرف على هذا التنوع اللي موجود بسوريا، ويقدر يتعرف على التراث السوري بكل أشكاله من التراث المادي والتراث اللامادي المتنوع كتير بسوريا.